Are you a tourist? Are you a tourist? أتورست. نحفظ كلمة يس. artist. نحفظ كلمة a tourist يعني سائح. هل أنت سائح؟ Are you a tourist؟ نحفظ كلمة tourist يعني سائح. تورست. ايه رأي يا مسفر؟ دي كده أول كلمة هنسمعها الحصة القادمة إن شاء الله، غدا إن شاء No. الله. No. No, I am not. I am here on bus business 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 business. no I am not. لا انا لا اكون. I am here. انا هنا on business، في business، في عمل، في عمل اعمال، مش اجل السياحة يعني والتجول. ايه يا محمد؟ I and on and where and where and where are you? from and where are you from. complete continue. محمد اقرأ يا محمد. محمد يس. اقرأ. هير here here هير ار جوين جون اند بول. جون اند سو بيوس سو سو سيور سيور يور يو يو انجلش. يو يو ار، يو ار ليه اختصارها بنقول يور. انت يو تكون. هار يو هار يو يور على يو طول يو لما بنيجي نقرا يو في اللي بيجي السبيتش تحدث على طول بنقول يور، مش لسه اقول يو ار يو فهو اليور. يو يو ار يو فروم لندن لندن. لندن Are you from London؟ هل أنت من لندن؟ يس Here are John and Paul. So you are English. أنت متحدث لغة إنجليزية. Are you from London? No, we aren't. مسفر يس تيتشر اقرأ. اقرأ من هون. اكتولي وي Actually. Actually. تي بعدها يو انت اوش. Actually. اكتولي وي ار فروم ليفربول ليفربول. Actually بالفعل احنا من ليفربول. ويلكم تو ناو يورك سيتي نيويورك. نيويورك سيتي، مدينة نيويورك. محمد يس يس ريد. here is to loan to Tom Lam 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 لينون. هيز هي از هيز he is from استراليا. 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 استراليا دو سوي say سوي say say hi. say hi. say hi to your our or our you viewer. viewer viewer. say hi. قول مرحبا ل our viewer، المشاهدين، للمشاهدين يعني. here is Tom Lennon. he is from Australia. هو من استراليا. say hi. قول مرحبا للمشاهدين. طبعا هو هيرد عليه ويقول هاي. مسفر ريد. مسفر Hi everyone, I am here in New York. New York, can you believe it? believe it. Believe it. believe it. كلمة believe برضو. believe معناها يؤمن به أو يصدق.
أو يقتنع بي كذا معنى. I'm here New York. Can you believe it? Believe it. طيب هنا معناها بقى country، معناها الدولة. country يعني الدولة. nationality الجنسية. حرف السين لحظة. كابيتال العاصمة، العاصمة بتاعت الدولة. طيب برازيل، برازيليان، برازيلي، برازيل اللي هي دولة البرازيل، برازيليان يعني برازيلي. برازيليا، برازيليا دي عاصمة البرازيل. كندا، كنديان، كندا اللي هي دولة كندا، كنديان، كندي. اوتاو اللي هي عاصمة كندا. ايجيبت مصر، دولة مصر. ايجيبشن مصري او مصرية. كايرو عاصمة مصر القاهرة كايرو. جوردان، جوردنيان اللي هي أردني، جوردان اللي هي الأردن، جوردنيان أريد أردني. عمان عاصمة الأردن عمان. رشا، روسيا، رشان، روسي. موسكو عاصمة روسيا موسكو. سوريا، سوريا اللي هي سوريا، سريان سوري أو سوريا. دمشق، دمشقس اللي هي عاصمة سوريا دمشق. انجلاند، سبين، انجلاند انجلش، انجلش انجليزي او انجليزية يعني. لندن ده طبعا عاصمة انجلاند، انجلترا، لندن. سبين، اسبانيا، سبانيش، اسباني او اسبانية. مدريد عاصمة اسبانيا. مكسيكو، المكسيك، مكسيكان، مكسيكي او مكسيكية. مكسيكو سيتي مدينة المكسيك، عاصمة المكسيك. يونايتد ستيتس الولايات المتحدة الأمريكية، أمريكان، أمريكي أو أمريكية. واشنطن اللي هي عاصمة أمريكا. فنزويلا، فنزويلا عاصمة فنزويلي أو فنزويلية يعني على حسب هنكلم مين. كراكاس، سعودية عربية دولة السعودية. سعودي، سعودي يعني سعودي، سعودي أو سعودية. رياضة اللي هي الرياض عاصمة السعودية. عمان، عماني، عماني أو عمانية. مسقط ده عاصمة دولة عمان. تشاينا، الصين، تشاينيز، صيني أو صينية. بكين عاصمة الصين. فرنس، فرنش، فرنس اللي هي دولة فرنسا. فرنش، فرنسي أو فرنسية. باريس عاصمة فرنسا، باريس، باريس. تمام، تمام معايا يا جماعة لحد دلوقتي ولا حد كان مش متابع معايا؟ باكستان. تمام. طبعا هنا الأسئلة is Dan from New York، هل Dan من من نيويورك؟ هنختار yes he is ولا no he isn't. طبعا من قراءتنا للconversation المحادثة الماضية ممكن نعملها في homework الواجب. ماشي تمام. الأسئلة دي طبعا ممكن نجاوب عليها في homework يا جماعة. where is Tom from. توم ده من المحادثة اللي فاتت الماضية، من الconversation. هو منين؟ he is from Australia. What's his nationality. ما جنسيته. he's Chinese. verb to be ده القواعد الجرامر.
فيرب تو بي اي ام، عايز اقول انا لا اكون، ممكن اكتبها ام نوت وممكن اكتب اي ام نوت. اي ام نوت ممكن اقول اي ام نوت انا لا اكون، ممكن اقول اي ام نوت. يو ار يو ارنت ممكن اقول يو ار نوت، لا طبعا لو انا بعمل رايتنج بكتب، اما لو في السبيكنج التحدث او في السبيتش التحدث اقول يو ارنت، اللي هي اختصار يو ار نوت. يعني ايه يو ار نوت يا محمد؟ محمد محمد يس يس نافع. يعني ايه بالعربي you are not؟ لا أكون. لا اكون، انت لا تكون لو بتكلم مذكر، لو بتكلم ولد. طب لو بتكلم بنت انت لا تكوني. طب لو بكلم مجموعة من الذكور الاولاد انتم لا تكونوا. تمام تمام ما يو معناها انت او انت او انتم او انتما او انتن، اي حاجة تخص انت. تمام 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 تمام, تمام. he is not، هو لا يكون، ممكن اقول he isn't في التحدث. he isn't he is not هو لا يكون. she is not هي لا تكون. she isn't it is not هي لا تكون او هو لا يكون لغير العاقل. it isn't we are not نحن لا نكون. we aren't you are not، طبعا ده في البلورال الجمع، على يو معناه هنا انتم، انتم لا تكونوا، وهنا يو معناه انت لا تكون او انت لا تكوني في السنجولر المفرد، هنا في البلورال الجمع. تمام they aren't هم لا يكونوا، او they are not هم لا يكونوا. from the US US اختصار United States الولايات المتحدة الأمريكية. طيب انا بقى هنا ده في النفي في النيجاتيف. طب لو عايز اعمل كويشن سؤال هبدأ بام او از او ار، هيبقى معناها هل، هيبقى معناهم هل، ام او از او ار هيبقى معناهم هل. احنا قلنا هنا لا في النفي، لا يكون، لا يكون او لا تكون او لا يكون او لا نكون، على حسب الفاعل اللي جاي في الاول. I am not انا لا اكون، you are not مش هعيد تاني يعني، ولو في حاجة مش مفهومة خلوني اعيد تاني. في حاجة كله مفهوم لحد دلوقتي كده؟ you understand؟ فاهمين كده يا مسفر؟ يس تيتشر فاهم يا محمد؟ عايز يس نعيد؟ يس يس مش محتاج ان انا اعيد حاجة. تمام. is he from سعودية عربية، هل هو من السعودية؟ is she from، هل هي من، are we هل نحن from من، وهكذا. are they هل هم from من. الإجابة على السؤال هل يا إما بيس نعم يا إما بنو لا. yes I am نعم أنا أكون. yes he is نعم هو يكون. yes she is نعم هي تكون. yes it is. yes we are نعم نحن نكون. yes they are نعم هم يكونوا. no I am not لا أنا لا أكون. no he isn't لا هي لا لا هو لا يكون. no she isn't لا هي لا تكون. أستاذ أستاذ، تمام معك. وإذا آر مجموعة هو ار للمجموعة. هو الثلاثة معناه، الثلاثة معناهم هل، ام ويز واور، بدأت بيهم الكلام بيبقى معناهم هل. هل يكون هما معناهم اساسا يكون، هل يكون، وزي ما قلنا مش لازم اقول كلمة يكون في اللغة العربية، هل على طول. تمام تمام is he هل هو، متى تكون معاها نافع؟ متى تكون نافية؟ لما انا مش لما عاوز انفي عن نفسي، ان انا مثلا مش من امريكا فاقول I am not
from America. أنا مش من أمريكا. أنا لا لست من أمريكا. أنا مو من أمريكا. أنا مش أنا مو لست من أمريكا. عشان كده أنا بنفي. I am not from the US. أنا مش أنا لا لست من أمريكا. أنا مو من أمريكا. تمام؟ فهمنا النفي إمتى؟ يس تمام. إذا الاجتماع انتهى ممكن ندخل تاني على طول من نفس الرابط. تمام؟ تمام يا مستر؟ تمام مستر، تمام. نخرج وندخل آه نفس الرابط، نفس الرابط. نفس الرابط. تمام؟ لا ده إذا انتهى، ده إذا انتهى. يا مسفر انت خرجت ليه؟ يا مسفر محمد خرجت ليه يا مسفر؟ روح دلوقتي. خرجت ليه؟ انا بقول لو اذا انتهى الاجتماع، اذا خلص الاجتماع ادخل من نفس الرابط. ده لسه الاجتماع ما انتهاش. تمام؟ نرجع تاني للشرح. يبقى قلنا از و ار معناهم ايه يا مسفر؟ لو بدأت بيهم الكلام هل هل يكون. تمام. طيب لو هعمل بقى question باستخدام verb to be، سؤال باستخدام فعل يكون، أداة الاستفهام ممكن تتغير تبقى where، أين، what، ما أو ماذا، when. when يعني ايه يا جماعة؟ وين، متى، واي، متى؟ واي لماذا، هو، متى؟ من، ادوات الاستفهام، هاو ميني كم عدد، هاو ماتش كم ثمن. طيب تمام. وير لو هنا الفاعل وير ار، لو هنا استخدم از ولا ار مع هي وشي وات، طبعا اقول از مع هي وشي وات، واي فاعل مفرد ذا بوي مثلا الولد. مش بس القلم مش ظابط معايا، حظبط. ذا بوي، where is the boy، أين يكون الولد، from، مع he و she و it. هنا في الجمع أقول boys، جمع boy ولد، أقول إيه، boy، boys أولاد. where are the boys from، من أين يكون الأولاد. طيب prepositions from in on. from يعني إيه يا جماعة؟ from يعني إيه يا محمد؟ الدولة أو منطقة، لا from يعني من، from ده حرف جر معناه من، حرف جر ومعناه من، ميم كسرة مي، مش من، من ده أداة استفهام من فتحة ما. أنا بقول من، من سالي is، سالي تكون، from England من إنجلترا. طيب إمتى؟ طب حرف الجر إن يعني إيه؟ prepositions يعني حروف الجر. إن يعني إيه؟ إن يعني إيه مسفر؟ الله يسر. إن يعني إيه؟ ان يعني يجي من هذول الان يجي السادة في، في وفروم يعني من، ان يعني في، وفروم يعني من. روم، روما يعني از، ان تكون في ايطاليا، ايطاليا هي عاصمة ايطاليا، ده كابيتال اوف
ايطاليا، عاصمة ايطاليا. ايه ده؟ لا لا، السنوات شهور استاذ 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 الشهور والسنوات. او اس وش مصبر خلص. تكلم تكلم مسمر. تسمعني؟ لا تكلم تكلم قبلي. ان استاذ السنوات والشهور والون اللي جينا الايام والاستر الوقت. بتقول ايه يا محمد؟ قول استاذ. سالي ورن. ايش السؤال هذا؟ سالي ورن. ايش ايه؟ سالي ورن. ايش السؤال لما ايش السؤال لما يكون على سالي از فروم انجلترا؟ لو هسأل يعني، ايوه تعرف تقولها يا محمد ولا؟ عادي أقولها. قول. وير لا وير أبدأ بوير، أين؟ وير ها از وير وير إز، از ها فروم سالي، وير إز سالي فروم فروم، وير إز سالي، سالي ده مفرد، ما هو ينفعش أقول أور، ما هو ينفع أقول أور، where is Sally from؟ طب لو قلت Sally and Mona يبقى أقول are ولا is؟ جمع جمع. يبقى أقول are، where are Sally and Mona from؟ أما Sally فقط مفرد يبقى أقول where is Sally from؟ Sally is from England. أحييك على السؤال دوت يا محمد. طبعا والدتك معاك، ده شيء كويس، يا ريت تحضرنا الاجتماع القادم برضو عشان محدش يغش معاني الكلمات اللي هسأل فيها. تمام تمام يس تمام. تمام مستر ام ار، دي اختصار مستر الاستاذ. عمر is here on business. on معناها ايه يا مسفر؟ on يعني ايه يا مسفر؟ مسفر 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 آه معناها أسد. on يعني ايه؟ on يعني ايه؟ دراني. on يعني ايه؟ on المفترض ان هي معناها على، on the table على الترابيزة، on الحاجة موجودة على الترابيزة. تمام، مثلا تفاحة موجودة على الايه، على المنضدة او الترابيزة. on على، طيب هنا on بقى مش معناها على، معناها في، هنا معناها في. مستر عمر is here، مستر عمر، استاذ عمر is here هنا on business، في عمل business، في عمل اعمال تجارية مثلا business. فهمنا؟ يبقى on اوقات بيبقى معناها، هي غالبا بيبقى معناها على، بس هنا معناها في، هنا معناها في. معايا يا محمد؟ ايه معاك؟ اون هنا معناها ايه؟ على ولا في؟ في في. اكسلنت. بات از اون فاكيشن. شيرو كان. في بات از اون فاكيشن، اون فاكيشن في اجازة، اون يعني هنا معناها في، و فاكيشن يعني اجازة. تمام، on vacation يعني في أجازة، الكلمة دي تحفظ برضو يا جماعة، on vacation. تمام، ده طبعا حلو في الهوم وورك. ماشي،
نحل الأسئلة دي في الهوم ورك يا جماعة، وابعتوا لي الإجابات على الواتس، يا ريت ما تغشوهاش من أي مكان تاني. pronunciation not listen and repeat. اسمع أستاذ أستاذ تمام. يا ريت لو تشرح تقول هذا مهم وهذا مهم في الاختبار يعني.